طب ام ندى، يعني انت عارفه الالم كبير، يعني ايوه الالم كبير وانا ايوه مقدر، بس التعامل انت شفتيه ازاي هناك؟ بيتعاملوا معاك ازاي؟ لا لا، معاملة حتى الممرضات معاملتهم وحشة قوي. يعني انا بنتي مكان العملية عملوا لها عملية الاستكشاف دي من نص صدرها لحد نص ظهرها ورا، الفتحة كبيرة قوي. فالدكتور الجراح اما فك لها الغرز، في غرزة كانت مفتوحة سابها مفتوحة، فانا لقيت بنتي بتنزف. بقول للممرضة البنت بتنزف، هات لها الجراح. قالت لي احنا اتصلنا بيه وبيقول لي غطوها بشاش بس. طب غطاها لها بشاش؟ قالت لي لا، انت مش من مسؤوليتي، انت مسؤوليه واحده تانية. فهي دي معامله؟ يعني الاطفال دي ابرياء، ليه المعامله دي؟ والدكتوره بقى عذبونا اللي انت قلت عليها، قولي عذبونا للاستاذ عليها. عذبونا في المستشفى وعذبوا بنتي. بنت بتنزف من مناخيرها وبتنزف من كل حته، يفتحوا لها ويعملوا لها عمليه استكشاف؟ يعني ازاي دي؟ فضلوا من كتر البذل اللي عملوه لها ويقولوا ما نعرفش عندها ايه، اما بنتي رجلها اتشلت. فيعني احنا بنعمل كده وبنتكلم كده شلت عشان البنت. بنتي اتشلت، اتشلت، قعدت شهرين ما تقفش على رجلها. واحنا بنتكلم كده عشان اللي بعد كده، عشان الاطفال اللي بعد كده صحيح ما يحصل لهمش اللي حصل لاولادنا، مش اكتر من كده. وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. محمد،